السودان لعله لعل السودان هي الدولة الوحيدة التي شهدت فوق 20 انقلاب عسكري، ما بين محاولة فاشلة وما بين انقلاب حقيقي. يعني نتحدث مثلا خلال العام الماضي تقريبا فوق 4 محاولات انقلاب. ما الذي يحصل؟ تماما الذي يحدث أن السودان بلد ليس فيه ثوابت حتى الآن، وكما ذكرت لك من يسيطر على السودان اقتصادي ثوابت يعني تحكمه أم ثوابت إدارية؟ ثوابت دستورية، ثوابت قسمة ثروة وسلطة، نظام حكمي متفق عليه. ليس لديه دستور السودان. السودان فقط بالمناسبة إذا رأيت للسودان من ناحية المقومات الأساسية التي تقوم عليها أي دولة طبيعية في العالم، تجد أن السودان به فقط شعب وأرض، لا يوجد حتى على مستوى الجيش الذي كنا يعني منذ أن كان قوات دفاع السودان في ذلك التاريخ قبل الاستقلال حتى بدايات 89 كان هنالك جيشا واحدا، وأحد الثوابت في السودان كان أن الجيش بغض النظر عن من يستغله أو من يستخدمه كان هنالك جيش واحد. الآن هنالك أكثر من 6-7 جيوش في السودان، وكلها ترى أنها صاحبة حق وتريد أن تكون الجيش قوات الشعب السودانية المسلحة. فبالتالي إذا نظرت الآن لواقع السودان تجد أنه ليس هنالك دولة بمعنى دولة، مجرد حدود اعترف بها الاستعمار بعد أن خرج ووقع وفق اتفاقيات محددة. حتى هذه الحدود نحن فرطنا في جزء فيها أو لم نحافظ على جزء منها اللي هو جنوب السودان انقسم، وهنالك مناطق كثيرة مرشحة أيضا للانقسام. ثم شعب، لكن لا يوجد جيش، لا يوجد دستور، لا يوجد نظام حكم محدد متفق عليه، لا يوجد حقوق للولايات والأقاليم.